انك تخسر معركة مو معناته انك خسرت الحرب. فبس يعني اريدك تنورني. هذا الحكي اللي احنا نسميه حكي الشماعه، عرفتوا؟ حلو حلو، كثري منه كثري منه، نبي الحكم هذه اللي كذي تونس تونس. يلا ما عليه، استمتع بس بفوزك لان فوزك مؤقت راح يكون. ما عندي مانع، ولكن اذا فزنا وخسرنا في هالمسابقه الجميله الرائعه اللي كل خميس، ما يمنع ان يوم الخميس دائما راح نفوز بالمواهب الجميله اللي دائما نستضيفها في نغم الصباح. صح. واليوم لايف من الاستديو، يا فرحتنا ويا سعادتنا، راح يكون معنا الفنان رحماني متواجد بالاستديو، والهانين ومشتاقين ومن زمان عنك يا رحماني. حبيبي صباح الخير. انا اول شيء اصبح عليكم وسعيد بشوفتكم والاستضافه الجميله. ايوه شي صوت أيوة. يقرب على المايك. أيوة. أيوة. شي صوت صباحي كذي، احنا مستمتعين وياك. صباح الخير. صباح الورد. دائما احنا نسال هالسؤال حق ضيوفنا، تصدق يهمنا هالسؤال. انت نوعك تقوم الصبح مبكر ولا ايه؟ زين حلو صباح حلو صباح. صباحي زين اللي عندنا من قلوب الصباحي اشوه، لان احنا نحاتي بصراحه قعده الصبح شويه بالله شجاعه ومود حلو. الساعه 5 انا قاعد. 5 برافو. تكفى فنان يقعد الساعه 5، شو يسوي الفنان عاده بالليل وهو يمزج؟ 5 قاعد ما شاء الله. احنا لازم نأقلم نفسنا على كل الظروف، يعني كلام كثير. خصوصا اني انا يعني I did master degree in the UK، so هناك كنا بالجامعة، فأي وقت عادي الصبح تغني العصر تغني بالليل تغني vocal performance. ممتاز. شدني هذا الموضوع، ماستر ما شاء الله بشنو في هذا المجال في الموسيقى ولا in vocal performance؟ و هذا بدا الاصوات طبعا بالاوبيراتيك الكلاسيكال، بس طبعا انا حاليا اغني اكثر من لون، يعني ما اني محكور على هالشيء. اكاديميين يعني اوكي انا اظل اغني اوبرا، راح اظل اغني اوبرا طبعا بس بالوان مختلفه، هي مثل ما تقول يعني الكروس اوفر. حلو. مالتي جينر اوف كروس اوفر، شلون انك انت تدخل اغنيه اوبراتيك او لايت اوبرا مع شيء مثلا يعني كويتي، تسوي تمزج بينهم، يصير ميكس ما بين كويتي وتغني على ميكس أوبرا. لكن في هارموني، في تعالف، في اذن تقدر تتقبلها يعني. ممتاز حلو، يعني لما يكون في الشخص عنده الموهبه ويحب المجال الفني هم يدعمها بالجانب الاكاديمي. هذا ان شاء الله جاهز قريب راح يبان لكم ان شاء الله. قريب ولا الحين بالاستديو ممكن نسمع شيء كذي؟ لا قريب. لا يا اخي قريب الحين. لا مو قريب وايد يعني. على هالطاري امس كنا قاعد نتناقش، قاعد اقول حق روان وعبد الرحمن ان باكر ضيفنا رحباني، سؤال كذي كلنا نتناقش انه شنو يعني رحباني وليش رحباني وشنو موضوع، يعني دائما في اسم وراه معنى او وراه قصه او وراه شيء. صح. اليوم شنو يعني رحباني؟ يعني شنو يعني رحماني؟ شو اللي شوف، في انا راسم خطه بحياتي. حلو. اوكي مهما تاخرت لكن بتظل موجوده. رحماني از براند ممكن انه يكون اسم جدا سلس وسهل، خصوصا انا بداياتي كانت بالاوبرا. حلو. فلما بديت بالحفلات، الحفلات كانت غالبا بالسفارات والمجتمع والنخب و ففي انا يعني الجمهور اللي يتابعني صار يعني اجانب وكويتيين. حلو. بس غالبهم اجانب يعني، فعبد الرحمن وايد طويله، فعرفت يعني اسالني. عرفت. فرحت تالي فكرت ان انا عندي خطه، عندي بلان ان شاء الله راح احققها بحياتي، اتمنى يا رب ان شاء الله. فرحماني هي اسم بسيط يقدر ينطقه اي احد بالعالم. جميل. بإيطاليا لما رحت غنيت فاستقبلوني برحماني. ماما مية ماما مية رحماني وايد حلو. سو يعني وايد أحس إنه مميز،
لما رحت مصر نفس الشيء استقبلوني، فحسيت رحماني 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 قاعد اصور الكلب يعني كنت وقتها، فحسيت ان الاسم الكلمة قبله يعني. جميل جميل حلو هذه السالفه. احنا طمعانين الحين يا رحماني ان نعرف هالعالم الجميل اللي انت حابه وعندك شغف وكمل دراستك فيه. دائما نغم الصباح متعتنا وسعادتنا لنسمع المواهب الجميله. حبيبي المايك عندك، نبي ننطلق بالرحله هذه باول اغنيه باول اختيار منك. يلا ما هقيت. يمكن قبل شوي احنا قاعد نسمعك وانت قاعد تتكلم شلون ان انت قادر انك تمزج بين لونين مختلفين مع بعض، يمكن احنا ما تصورنا انه ممكن هذا الدمج يصير، واتوقع انك سويته قبل شوي. انا ما سويته، بس هذه كانت طبقه مختلفه عن الثانيه. يعني انا كنت بالاول بطبقه عاليه، بعدين غنيت بطبقه يعني يسمونها اللور تون. بس هل هذا لأن أنت درست أو تعمقت في موضوع الفن أو الغنى الأوبرالي فصار عندك القدرة أن أنت تقدر تتنقل بين الطبقات؟ صعب هالشيء أو أنه خذ معك وقت أطول سهل؟ هي بالبداية تعتمد على شيء. شنو؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى عطى حق كل شخص مساحة صوتية معينة. صحيح. ثاني شغلة تعتمد على شطارة الشخص وكذا، والبراكتسينج اللي يسويه وشلون يقدر انه ممكن يتنقل من طبقة الى طبقة، وانه يغنيها باسلوب ايضا حلو. ممكن في ناس يغنون طبقة قرار مثلا ما تكون حلوة، فبالعالي حلو، فالعكس. فانا اغني اللي احبه اللي حسه وخلاص، وتعيش لان اللي احسه هو اللي أتمنى يوصل. جميل وصل. جميل رحماني، يمكن فن الأوبرالي فن وايد صعب، يعني إحنا يعني أنا بطفولتي كنت أشوفها بالأفلام، أشوفها بالكونسرتس اللي مثلا بالسفر، ولكن اليوم إحنا جميل إن إحنا شاب كويتي، وأنت قلت إنك أنت رحت إيطاليا ورحت أكثر من دولة، فشنو ردة فعل إن شاب خليجي كويتي يغني هالفن هذا؟ وهذا الفن يعني أنا ليومك ما أدري شو تقولون. يعني ودي أعرف ساعات شنو الكلمات اللي تقولونها. لا لا. يقولون كلام صجي ولا ما أدري صدق هذا خوش. مالتي لانجوجز يعني مثلا هي أصلا بدت في إيطاليا، فتلقى فيها المدرسة الإيطالية وتلقى فيها المدرسة الألمانية وتلقى فيها المدرسة الفرنسية، وبعدين طبعا الإنجليزية أكيد يعني أيضا موجودة. يعني نفس الميوزيكال شو اللي قاعد تشوفونه أنتوا هذه
صعبة يعني صعبة إيه. بس هل لازم أنت تكون تتقن لهجة عشان تقدر تغني؟ مو بالضرورة، لكن لازم تكون متعمق وفاهم وشلون تنطق حرف حرف بطبط. وتحفظ وتكون فاهم القصة. أيوة هذا السؤال شيء. القصة، لأن احنا بعض المرات فعلا يمكن نشوف مثلا مقطوعة أو نشوف مسرحية أوبرالية احنا ما احنا فاهمين الكلام صحيح. لكن هو الفنان وهو قاعد يغني تعبير وجهه البادي لانجويج، في وايد ناس نشوفهم حتى في وهم قاعد يحضرون هالنوعية من الحفلات يمكن تدمع عينه ويتأثر، يقولك أنا ماني فاهم بس وصلني الإحساس. فهل يعني أنت عادة لما أنت تبي تأدي فقرة أو مقطوعة من الغنى الأوبرالي تكون فعلا قريت القصة، ترجمتها، عرفتها، قريتها، شلون؟ طبعا أنا يعني من الأشياء اللي وايد تعلمتها يعني هناك خصوصا في إيطاليا إنه ما يصير تغني، مستحيل إنك تغني من غير ما تكون أنت عارف شنو قاعد تغني، مستحيل مستحيل. هذا أول شيء، هذا أهم شيء. بعدها راح أنت أصلا يعني تعابير وجهك والأشياء هذه يعني البادي لانجوج أيضا يأثر يعني. أتوقع تبدع أكثر والإحساس بالصوت يكون مختلف. حلو، إحنا سوالفنا وياك أشوف أن تعمقنا واندمجنا وايد وعندنا وايد أتوقع أسئلة، ولكن طمعانين بعدنا نسمع إيه نبي ونطلع من الأوبرا، لأن إحنا اليوم مرادين مثل ما تدري على الأغنية رديت يعني شوية أن أبي أكون قريب على الناس أكثر، فإصدار أغاني جديدة مختلفة منها الخليجي ومنها المصري ومنها 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 بهالطريقة وبهالستايل مثل الأوبرا صاير على العربي. لا أنا لأني أصلاً طلعت رحماني عرفتي الأوبرالي 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 فحسيت الجمهور محدود نخبوي يعني. صارت نخبوية وبعدين الأوبرالي، لا أنا ما أنا رحماني اللي يغني كل لون مو الأوبرالي مو الأوبرالي رحماني. شنو برحلتك الحين بتودينا لأي أغنية؟ ما بين بعينك على كثر ما جاك لو حسفلتني ما عطيتك تخطي وعذرك وتحمل خطاياك هويت كثر ما هويت ما بين بعينك على كثر ما جاك لا وحش فلتني ما عطيتك تخطي وعذرك وتحمل خطاياك أول مرة أسمع هالأغنية بهالطريقة وبهالسايل وبهالصوت شيء خيالي. هذه أغنية أنا وايد أحبها، هذه أغنيتي يعني من كل أغاني بالكرة الأرضية هذه تعتبر أغنية قريبة علي فعلا. أتفق وياك عبد الرحمن شيء جديد من نوعه صراحة. حبيت شايت شديت من عشاق مجيد طبعا يعني ما هقيت أنه ممكن يختار هاللون أو يختار هذه الأغنية. رحماني هل يعني كل فنان أكيد يتأثر بمرحلة معينة من حياة الفنان معين بفنه يطمح أنه بيوم يقول الله تنزل له أوصل مثل مستوى أو أنه باكر يقارنوني فيه. من بداية مشوار منو لحد الحين عندك الايدل بالنسبه لك؟ رحماني. كلام كبير كلام كبير ولا بناحيه الغناء الاوبرالي مو غرور مو غرور، لكن اكيد في فنانين كثار
أتعلم منهم عشان أوصل أنا حق كل هالمرحلة. ما يكون عندي آيدول واحد، يكون عندي لوتشانو بافاروتي، عندي إبراهيم تاتلسيز، يعني هذا عشقي. لازم تسمعنا شيء سيني بيم، هذا اللي نعرفه. ممكن إذا ممكن بعد الإعداد. أوكي I will. يعني أنا اللي أحبه فيك رحماني، يعني حق الناس اللي مرة ثانية ودها تعرف، أنت من الناس اللي فعلا ينطبق عليك مصطلح فنان. أنت دارس موسيقى، أنت تبارك الرحمن تملك خامة جدا جميلة حبيبي. غير هذا أن أنت متنوع، أنت وصلت لمرحلة أنك تغني أغانينا اللي نحبها الخليجية، تحب تغني أغاني عالمية، ووصلت للأوبرا. فأحس أن أنت مدرسة فنية، ولكن إحنا اليوم طمعانين نبي نسمع من كل كل لون. كل لون نبي نبي شيء. فتركي أوه تشوكو زال الاختيار. والله إي والله تشوكو زال كان زين. إحنا شوية وهقنا الرحماني لكن إي وهقتوني بس بس بالكلام شوية ما يخالف. اي لما يكون عندنا فنان يعني متعدد المواهب تش تصير عصاريته طبعا للاخر ضروري. قالت لي البتشي انا ما فيني شيء، كنت مستانس الدمع بعيني والله. هني انا مو محتاج افهم ولا كلمه حاليا، هالاحساس بالضبط اللي ببيم يعني حبيبي الله. اعتقد فعلا لما الناس تقول ان الفن يعني مو شرط تكون له هويه، ممكن تسمع اي اغنيه حتى مو لغتك ولا تفهم كلماتها لكن يوصل لك الاحساس بالضبط. اعتقد هذا كله يعتمد على الفنان نفسه. فاليوم رحماني اتوقع من هالمشوار بين انه فعلا الناس ممكن حطتك بقالب الغنى الاوبرالي وخلاص، صار ان لما يشوفونك متوقعين ان خلاص انت راح تغني اوبرالي بالضبط، وانت حاب اليوم ان تبين حق الناس لا والله انا فنان يمكن عندي طاقات اكبر من كذي بوايد بالضبط. وقلت قبل شوي ان انت تبي تجرب الخليجي والمصري وتجرب لون مختلف من الاغاني، وين الحين رايح رحماني؟ انا اول شيء اصدرت اصدار 3 weeks ago باسم تفارقنا، الحان عبد العزيز ولويس وكلمات مشاعر ابراهيم. ومبروك اصلا انت ماخذ مليون مشاهد خلال الفتره اللي طافت، او اكثر من مليون مشاهد طافت. برافو. يعني تمام، بدايه عظيمه انا اشوفها يعني مفق. لكن متواضع بنفس الوقت، يعني إن كبداية هذه أغنية وكلب حبيت أجرب فيه نفسي، حبيت أجرب فيها التجربة على أساس إنه على قلب الصورة إنه أقول hello I'm back so good. اخترت أسامي أعتقد هم الحين يعني خلينا نقول قاعد يحققون نجاحات ما شاء الله، نجاح ورا نجاح. فاش كثر مهم حتى أنت لما كنت قررت أن تكون هذه أول تجربة لك، أو خلينا نقول ردة مرة ثانية تقول هلو أم باك، هل كان عندك اختيار صعب أن تختار منه اللي ممكن يكون الملحن الكاتب؟ بالضبط بالضبط بالضبط. وحتى يعني ذوقية الجمهور كانت حول الأغنية
خصوصا ان انا فتره طويله كنت برا الكويت فما ادري عن السوق بصراحه يعني وقت الدراسه ما قمت اتابع اغاني ايش قاعد يصير بالسوق. رديت شفت انقلبت العالم تغير كله العالم كله تغير فصرت وايد حذر وايد على اعصابي وش بيصير وهذا. بس حاليا لا يعني انا مجهز 12 cover songs 12 مو واحدة ثنتين وهاي كواليتي وتنفذوا في اسطنبول راح أتم يعني بين فترة وفترة ما راح انقطع عن الجمهور خلال شهر بالكثير ما راح أكون جميل عرضة. تكلمنا عن أغنية تفارقنا وعن ردتك اللي أنت فعلا أخذت فترة طويلة عشان ترجع ولكن احنا اليوم على هالصوت الجميل الرائع على أنك أنت راجع وحاط خطة صراحة يسعدنا إن على قولتهم يور باك. فودنا نسمع حبيب. تفارقنا الحين وخلنا نشوف رأي الناس فيها ورح نرجع لك بعد شوي أكيد طمعانين بكم أغنية. رحماني يا رحماني يا مبدع وديتنا لأغنية جميلة جدا مبروك وبالعكس سعداء أنك أنت رديت مرة ثانية وأتمنى أتمنى ما توقف هالموهبة هذه لازم ما توقف. لا إن شاء الله عشان أوريك إيش كثر إحنا مستانسين وياك. إحنا نغم الصباح دائما نقفل الساعة 9 الصبح شارب شوف إحنا ضلينا وياك لأن صراحة وصلنا لمرحلة أن أنا وأبو أيوب نبي نسمع زيادة لبسنا طول لي بعمركم وعمرك يا رب لبسنا التكسيدو أنا لبست البوتاي ضبطت بدلتي روان روان هاشو هذا كان مالك الدرس الكشخة وحجزنا السطرة الجدام تخيل السطرة الجدام وجدام للمسرح الجميل. تكلمت وايد عن فن الأوبرا تكلمت عن دراستك تكلمت عن تجاربك أصلا هذا الفن الجميل الرائع اللي أظن أنه مو أي أحد يقدر يتقنه ومو أي أحد يقدر يوصل له. فإحنا سعداء اليوم يا حظنا أن الأوبرا عندنا هني داخل استديو نغم الصباح دار أوبرا المارينا دار أوبرا المارينا حازين قدام شوف التكسيد إيش رايك علي إيش رايك فيني كفو خشخة هلا والله خلنا نضبط البوتاي ونذكر الناس بصوت الرحماني لما يغني الأوبرا فأتوقع أن الناس تستحق اليوم تسمع عيشهم أجواء يستاهلون خميس ونيس يلا يعني هذا راح نختم فيه نختم فيه هيكون ختام حلقتنا عندك انت تسلمنا النهاية. اذا انا احب اتكلم عن جديدي في جديد راح اسويه حلو انا الحاني وكريمات عبد العزيز الايوب ان شاء الله نعم وعندي واحدة باللهجة المصرية الحان محمود انور وكلمات محمود عادل الله هذه راح تكون مفاجأة اسمها بنوزع حب بنوزع حب متى بتوزع علينا الأغنية نحطها هني بمارينا أقرب قريب أقرب قريب كل شيء أقرب قريب بس مثل القريب ما ندري لحد الحين إن شاء الله لا إن شاء الله قريب إن شاء الله مجهز كمية كبيرة وداش بقوة هالمرة إن شاء الله الرد وعسى الله التوفيق إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله كل خير فنترك لك المايك رحماني يكون ختام حلقتنا عندك كنا معاكم فريق نغم صباح أنا عبد الرحمن الخميس وأنا روان المرزوق وأنا طلوب وهزار وعزيز أتمنى لكم ويكند سعيد وخلونا نخلي خميسنا برالي إيش تبي تقول إيه والله لا سمعي صار لي أربع أيام أقول والهان على روان وهي تقول عزيز وهزار فبرافو برافو والله حزبالي بتقولوا أنا الفايز صح نسيت ليش لا يمديني وأنا فايز حق يوم الخميس محبة الناس مشكورين وايد خلوا خميسكم أوبرالي رحماني شرفتنا باستديو مارينا أف أم أنا أنا اللي أكثر تشرفت بشوفتكم ومعرفتكم طبعا أعرف طلب بس ما أعرفكم شرفت معرفتك اليوم جدا جدا سعيد ومتفائل جدا وإن شاء الله وإحنا معك بالطريق ننطر القريب مالك إن شاء الله إن شاء الله يلا المايك لك نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد Enjoy your weekend, guys. Bye bye. Guido via malugica e tira forti al vento su una vecchietta rezza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza. Dopo che aveva pianto, poi si scrisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio appena soia, ma tanto, tanto appena soia.
الشعل السام وعد انتفى على الصور الشعل سام Thank you.